سبب ما هو رجعت طلاب الصف الخامس ابتدائي ونظر تاخد اخر درس معانا في التاريخ اللي هو الحقبه الاقليميه في مصر. هنتكلم فيها يعني كلمه قلنا كلمه حقبه يعني الفتره. طيب ظهرت المسيحيه او ظهور المسيحيه وظهرت المسيحيه من مولد السيد المسيح عيسى ابن مريم فين؟ قال في مدينه بيت لحم بفلسطين، يبقى اتولد سيدنا عيسى في مدينه بيت لحم فين؟ بفلسطين. تمام؟ زمن الامبراطور اغسطس. وبعد فتره تعرضت العائله المقدسه لانتهار زمن الامبراطور هيرودس، تمام؟ مما اضطر العائله المقدسه الى الهجره الى مصر، اللي هي الرحله المقدسه الى مصر. ثم بعد ذلك عادت الى قريه النصره. ومن هنا بعد كده بدا رساله التبشير ويدعو الى عباده الامام اله واحد والى السلام وحب الله وحب بني الانسان والى الاخاء والتسامح. ودايما كان بيتعرض السيد المسيح الى اضطهاد من مين؟ من اثنين، من اليهود والرومان. طيب بعد فتره بدا ظهر معايا القديس مرقس، والقديس مرقس اخذ ينشر المسيحيه فين؟ قال لي في اسيا الصغرى وما حولها، تمام؟ ثم طلع بعد ذلك الى ايه؟ الى مصر. ماشي، يبقى ابتدى في فلسطين وبعد كده اسيا الصغرى، تمام؟ وبعد كده ارتجع الى مصر، ودخلت المسيحيه في منتصف القرن الاول الميلادي الى مصر، وبدا يعني بدا التبشير في الايه؟ الانجيل في مصر في مدينه الايه؟ الاسكندريه. طيب بعد كده بقى انتشرت المسيحيه في مصر كلها على يد القديس مرقس، وابتدت الامبراطوريه الرومانيه ترى ان الموضوع ده خطر عليها، تمام؟ ان هو نجح في دعوه الناس الى الايه؟ الى المسيحيه، فاخذوا يتربصوا به لكي يفتكروا عايزين يخلصوا على الدين ده، ما هو الدين ده بيدعو الى الايه؟ الى عباده اله واحد عكس دينتهم هو واعتقادهم هم، خلاص؟ فعايزين يفتكروا به، وقعدوا يدمروا ليه مؤامرات لحد ما قدروا خالص ان هم يقتلوا او يقتلوا القديس مرقس سنه 68، تمام؟ واللي قتلوا هم مين؟ الرومان، لكن بعد كده هو بنى اول كنيسه في مدينه الاسكندريه. طيب بعد كده بناخد المسيحيه في زمن جديد معايا، زمن الامبراطور دقلديانوس. خدها كده على طول من الامبراطور دقلديانوس ثم العصر بتاعه بعصر الايه؟ عصر الشهداء. عصر الشهداء يبقى عرف عصر الامبراطور دقلديانوس بعصر الشهداء او عصر الاضطهاد الاكبر. طب تيجي سؤال على طول هنا في الحته دي يقول لي لما تفسر عرف عصر الامبراطور دقلديانوس بعصر الشهداء او عصر الاضطهاد الاكبر؟ هقول ان هو اصدر مرسوما بهدم الكنائس، ابتدى ان هو يهد الكنائس ويعمل ايه؟ ويحرق الكتب المقدسه واعدام كل من يعتنق المسيحيه. كان دي يعني ثلاث حاجات، تمام؟ عشان كده قلنا خدنا في الدرس اللي قبليه، تمام؟ جه بعديه اللي هو الايه؟ الامبراطور قسطنطين الاول، تمام؟ يعني ده الاول وبعد كده قسطنطين. ماشي يا جماعه؟ طيب ده كان عمل ايه؟ قال انا نطقت المسيحيين واصدرت مرسوما بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسه واعدام كل من يعتنق المسيحيه. طيب ايه اللي حصل بقى؟ قال لي دفع الكنيسه او الاقباط الى ان هم يخلدوا ذكرى شهدائهم، خلاص؟ في مصر في تلك الفترة سنة كام؟ 284، تمام؟ وقال لك دي هناخدها بداية التقويم القبطي، يبقى سنة 284 دوت السنة ديت اتخذت بداية للتقويم الايه؟ للتقويم القبطي، تمام؟ ليه؟ قال لي تخليدا للشهداء اللي قتلوا على يد مين؟ على يد الامبراطور دقلديانوس. وبكده سنة 5 بنكون خلصنا الجزء الأول من حصتنا، وبعد كده إن شاء الله نكمل في الفترة اللي جاية. شكرا.